مرحبا بك. ما الذي يملكه لبنان لتستطيع الحكومة الجديدة إن تم الإعلان عنها في وقت لاحق أن تحضر مساعدات فورية لإنعاش الاقتصاد اللبناني المتعثر؟ يتوقف على نوعية الحكومة. إذا كانت الحكومة وفق الشروط الدولية، طبعا أن تكون حكومة كفاءات مستقلون، شخصيات يوثق بها لبنانيا ودوليا، وبأنها لا تأتمر بأحد، ليس بحزب الله، إنما لا تأتمر بأي من مؤلفي السلطة في لبنان اليوم، لأنهم متهمون أولا بالفساد، وبأن أي مال يعطى لهم ممكن أن يهدر أو يسرق. وهنالك تجربة قام بها الرئيس ترامب مع الأرجنتين منذ 3 أشهر، بصداقة شخصية مع الرئيس ماكري الذي لم يعد رئيسا للجمهورية. حول 54 مليار دولار من المصرف الدولي او من البي فاندز الى الارجنتين، فلم تؤثر ايجابا على الاطلاق لان الثقه ليست موجوده. انهارت العمله الارجنتينيه بعد استلامها ال 54 مليار دولار. وفي حينه كنت في اتصال، يعني لانه عندي مصالح كذلك في الارجنتين، وكنت في اتصال مع المعنيين بالموضوع، واقترحت ان يوضع هذا المال في صندوق سيادي يدار من قبل المؤسسات الدوليه من اجل دعم الارجنتين، ولا يعطى للدوله الارجنتينيه. اذا مساله الثقه التي هي مفقوده بالنسبه للطاقم السياسي الحاكم في لبنان طيب، لاحزابه جميعها هي المساله. هل تقبل بمثل هذا الحل في لبنان، صندوق سيادي تديره جهات اجنبيه او دول اخرى في لبنان ولا تستلمه الدوله؟ ليس فقط اقبل، هذا هو الشرط حتى نحن نقبل ان نستدين زياده. يعني اذا كان المال جاي كقرض وآتي للدولة، لا نثق بالدولة، لأن أتى إليها منذ الثمانينات مئات مليارات الدولارات وركبت علينا 86 مليار دولار وأكثر ب 20 مليار غير معلن. إذا لا ثقة لبنانية سوى بصناديق مالية متخصصة بتمويل المشاريع، لا سيما مشاريع البنى التحتية وتقسيط طيب. الكهرباء وتقسيط المؤسسات طيب، القابلة. هل مبرر فقدان الثقة في هذه الحكومة أو الحكومة التي ستأتي بعدها كافي لإشراك عدد من الدول في إدارة صندوق سيادي ربما يتم تنفيذه في وقت لاحق، لكن هذا يعتبر إشراك في حكم البلاد نفسها؟ لا إطلاقا، ليس من إشراك في حكم البلاد على الإطلاق. اليوم حينما تضع الدول أموالا في صندوق سيادي تديره المؤسسة الدولية، الشروط المفروضة هي أن لا يتعاطى أحد من الإدارة الفاسدة والطاقم السياسي المتهم بالفساد والذي اكتشف أن له مئات مليارات الدولارات كما كتبت الواشنطن بوست والول ستريت جورنال. إذا هنالك فعلا انعدام ثقة، هذه هي مشكلة الليرة اللبنانية. الليرة اللبنانية إذا كان الموضوع موضوع اللبنانيون في لبنان والعالم، فهم والحمد لله من أنجح رجال الأعمال ومن أنجح طيب. العاملين في قطاع الأعمال. طيب ابقى معي من فضلك سيد رجاء. إلى رجاء إدى رئيس حزب السلام اللبناني، هناك تصريح خرج من جبران باسيل يتحدث فيه عن أن الأسبوع المقبل سيشهد تحرك من قبل الحكومة أو تحرك من قبل الطبقة السياسية، هل الوضع الآن يحتمل أسبوع أو فترة ال7 أيام جديدة؟ يتحرك لماذا؟ لماذا ينتظر أسبوع؟ يتحرك من أجل تعريف حكومة؟ لا، معطياتي أن ليس هنالك من نية بتأليف حكومة مستقلة، وأنهم لا يزالون كما قال من سبقني في الحديث، الصديق الذي سبقني في الحديث، أن لا نية بالرضوخ للمطالب الإصلاحية.
وأنهم مستعدون أن يروا الليرة اللبنانية ب5000 ليرة و20000 ليرة دولار، لأنه قد سبق وجرب هذا الأسلوب في الثمانينات والتسعينات، وكان هو المبرر الذي أدى إلى مديونية هائلة للدولة. نحن حين احتلت إسرائيل لبنان عام 1982 ارتفعت قيمة الليرة حيال الدولار، الدولار ب 3.5 ليرة لبناني، أقل من 4 ليرات لبنانية. إذن الاقتصاد المبني على اللبنانيين وعلى إمكانيات لبنان الإنمائية والاقتصادية وعلى البترول الآتي والموجود في لبنان هو بالفندمنتالز تبعه، يعني بأساسياته هو صلب. ما هو قد فقد شرعيته هم من هم قانونا بموقع المسؤولية والحكم. طيب هل من هم بموقع المسؤولية الآن هم السبب أيضا في أن تعهدات تمت العام الماضي خلال مؤتمر اقتصادي بنحو 11 مليار دولار مساعدات كانت ستقدم إلى لبنان لكنها بقيت تعهدات ولم تروح مكانها حتى؟ طبعا من هم المسؤولون الآن وفي السابق؟ صار في أربع مؤتمرات لمساعدة لبنان. أول مؤتمر مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم في باريس، مؤتمر باريس أول، اثنين، ثلاثة، أربعة، سموه السادر حتى يغيروا، لأنه كل مرة ما عم يجي المال أو يأتي من المال الحد الأدنى تضع شروط ثم يذهبون إلى مكان آخر. الواقع أننا اليوم في لبنان على شفير الأزمة الاجتماعية، لأن الانهيار الاقتصادي حصل، الانهيار المادي قيد التفاقم، الانهيار الاجتماعي هو الذي يهددنا وجوديا. والحمد لله أن خلال 48 ساعة الماضية حصل تراجعا عن فكرة إحداث الفتنة بعد من ما ذهبت السيارات إلى منطقة الرمانة حيث خطوط تماس بين المجتمع المسيحي والمجتمع أهلنا الشيعة. أي جهات في الدولة هي التي تسعى لإحداث مثل هذه المواقف؟ أنا بنظري ما في عندي دولة، ما بقى في دولة. في عهد حزب الله أدرك الرئيس وقد أبلغ الرئيس، لأنه زار الرئيس نواب وزراء سابقين من بيروت من كتلته السياسية كمعالي الوزير الأولى صحناوي، ثم أتى ممثل المجموعة الأوروبية وأتى ممثل دولي وتحدثوا معه أن الفتنة خط أحمر وأن خطر الفتنة كبير، لأن هنالك مسلحين لدى الطوائف جميعها وأنهم مستعدون للقتال وأن صواريخ حزب الله قد تكون لإسرائيل، إنما في الداخل اللبناني لا معنى لها. لذلك تراجع الجميع عن تصعيد الفتنة، ونحن اليوم في حالة هدوء نسبيا بالنسبة لما كنا نخشاه منذ يومين، إنما نبقى حذرين. طيب سيد رجاء إد رئيس حزب السلام اللبناني، هل الشباب فعلا حافظ على سلمية الثورة حتى اللحظة وامتص كل محاولات الفتنة حتى الآن، وما توقعاتك في هذا الصدد خلال قادم الأيام؟ موافق 100% على كل كلمة تلفظ بها زميلي، 100%. ما نخشاه هو أن ينتقلوا إلى أسلوب آخر، وهو لأن لبنان عاش كل أنواع الأساليب في افتعال الفتنة، وهو الاغتيالات أو التفجيرات. هذا ما نخشى، إنما هذه خشية ننتبه لها لأنه لنا تجربة فيها شخصيا. طيب أين الأمن أو الجيش من هذه السيناريوهات؟ الجيش ليس له القدرة، ولا أي جيش في العالم له القدرة في وضع كالوضع اللبناني. من في عندنا نظام المخابرات كذلك الأمر، في عندنا الأمن العام، في عندنا عدة أنظمة مخابرات خارجية تمدنا بالمعلومات، كل هذا يفيدنا. إنما حين يقررون الاغتيالات يغتالون، وقد اغتالوا أهم زعمائنا بعد 14 أذار،
وحين يقررون افتعال الفتن، وهنا لدينا وزراء سابقين موقوفين بمشروع افتعال فتنة وتفجير جامع من هنا وكنيسة من هناك، هذا نخشاه. ولكننا بآن واحد نحذر المجتمع وندعو المجتمع الدولي للتضامن معنا باكرا في هذا الموضوع. أنا قناعتي أننا لن نذهب بعيدا، لا من ناحية العهد ولا من ناحية حزب الله، وأكيد لن يذهب بعيدا الحراك بأي موضوع قد يؤدي إلى فتنة. إنما إن لم تؤلف حكومة بالقريب المنظور، إني أدعو وسأعمل لتأليف حكومة ظل تكون تقدم المشاريع والحلول والنقد البناء، وتتعاطى مع الرأي العام اللبناني ومع النظام الدولي. يعني نبدأ بحكومة ظل وهي بالواقع حكومة معارضة. لماذا لا تبدأ بهذه الجهود ضمن الحكومة الفعلية؟ لماذا حكومة ظل؟ لا طبعا نتمنى أن يكون ضمن الكودرة الشرعية والقانونية، ونحن مستعدون طيب. أن نكون في حكومة، شرط أن تكون مستقلة 100% بشخصيات يأتمن لها الرأي العام اللبناني والحراك. طيب، ولماذا تقول حكومة ظل أو تفترض حكومة ظل في ظل مشاريع لديكم تريدون أن تخدموا بها لبنان في الوضع الراهن المتأزم أصلا؟ حكومة الظل تكون دائما حكومة معارضة، مثل ما هي حكومة الظل في بريطانيا. فهي لا يمكنها أن تمارس الحكم، إنما تؤثر في الرأي العام الداخلي والخارجي المهتم بالملف اللبناني. طيب. وتؤثر كذلك على اللاعب الذي هو مسؤول واللي هو وزير، لأنه أخشى أن تبقى هذه الوزارة لأشهر، وقد تبقى لغاية انتخاب الرئيس ترامب، ولغاية أن تستأنف المفاوضات بين إيران وبين الرئيس ترامب. طيب، على ذكر حضرتك، نخشى أنه الوقت يلعب ضدنا. دروجي إدى، رئيس حزب السلام اللبناني، ما هي مواصفات هذه الحكومة الجديدة التي يمكنها أن تنقذ لبنان من هذا الواقع الاقتصادي المتأزم؟ أولا، دون أن يفسر كلامي تهديدا لأحد، لأنه لست أنا الذي أهدد، إن ألفت حكومة هي حكومة تسوية أو حكومة فريق واحد، في الحالتين الثورة ستتأجج لبنانيا، والعقوبات الأمريكية على الشخصيات بدءا من رأس الهرم، الشخصيات الحليفة لحزب الله، ستسقط على لبنان كالصاعقة، ويكون تأثيرها سياسي واقتصادي وعزلة، وهم يعرفون وقد أبلغوا بذلك، وإن لم يسمعوا نعيد لهم ونبلغهم. لماذا هم مستمرون طالما أبلغوا؟ يناورون، يجسون النبض. تمام، ماذا لديهم ليناورون به؟ لديهم الحكم، لديهم القانونية لا الشرعية. الشرعية معنا ومع هذا الشعب الثائر، والقانونية بيده. فنحن نفضل أن نبقى في النظام، يعني أن يكون الآلية اللي فيها رئيس وزراء يختاره المجلس النيابي، ثم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتفقان على إعلان مراسيم تأليف الحكومة. أما أن تكون الحكومة تسوية فساد كما كانت تلك التي هي اليوم في الأرض ومستقيلة، وأما أن تكون الحكومة حكومة فريق واحد، يعني حكومة تحدي، حكومة سبعة أيار سياسية، لأنهم كانوا عاجزون خلال الأسبوع الماضي واليومين الماضيين من أن يفعلوا وأن يحققوا سبعة أيار أخرى. كان ردة الفعل في عين الرماني وفي صعصع وفي طرابلس وفي بكفية وفي كل مكان من لبنان لا طائفية لا حرب أهلية، صف واحد لا حزبية، قوات عونيون في
في عين الرماني، وقفوا بوجه الزعران وخبطوا بالزعران وكسروا لهم الموتوسيكلات تبعهم. واجى البيان بالامس من قبل حزب الله ممنوع استعمال الموتوسيكلات وهالرزلات وقفوها، بدنا نشتغل غير شغل. ولذلك انا بدايه حديثي قلت نحن مطمئنون اليوم ان هنالك تهدئه، ونتمنى ان يمرر هذه التهدئه فرضها النسيج الاجتماعي اللبناني ومدى التوافق فيه، اليس كذلك؟ نعم، اليوم لاول مره بتاريخ لبنان يمكنك، لبنان منذ على الاقل حروب السبعينات، يمكنك ان تقول ان ما يوحد اللبنانيين جميعا هو حسن الحوكمه، ان يحكموا كما هو كما هي الحوكمه في العالم الغربي. لبنان كثير مدول ويعيش في العالم، وهو ينظر بغيره عندما يرى في اسرائيل رئيس جمهوريه يدخل السجن لانه تحرش بسكرتيره، ورئيس حكومي مهدد بالسقوط او اخر يدخل الى السجن لانه متهم بعمليه فساد، ما هي شيء بالنسبه لما هو حاصل في لبنان تاريخيا ويحصل كل يوم ومستمر. طيب حضرتك ذكرت ان هناك مناوره من قبل السلطه الان مع الامريكان في مقابل اما ان يستقيلوا او اما ان تنقطع عن لبنان او يفرض على لبنان عقوبات مدمره كما قال مايك بومبي وزير الخارجيه الامريكي. متى تنتهي مناوره هذه السلطه؟ انا بنظري السلطه في موقع ربح وقت وفي موقع دفاعي، وأنا لا أستبعد أن يستمروا في الحكومة حكومة تصريف الأعمال وأن يفعلوها بالنسبة لملفات معينة، إنما يراهنون على أن انهيار العملة سيساهم في حل مشكلة تضخم المعاشات، في حل مشاكل أخرى من هذا النوع، يراهنون على أن مع عامل الوقت وبدء التنقيب على البترول يمكنهم أن يضعوا البترول مثله مثل الذهب في وزن التعاطي الاقتصادي والمالي مع المجتمع التجاري ومع المجتمع المصرفي. رئيس حزب السلام اللبناني رجاء إدة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة.